باسكو حنا سيارة الشاحنات تاع البضائع، رحنا لمجمع فيه ليمون، مجمع فيه ليمون بالغاز، كاين شركة تما داخل المجمع هذا، كاين ناس هنايا مقاطعين الطريق، وهذا الطريق يدي من أوكروت إلى مجمع فيه ليمون 120 كيلومتر. فحنا أنا نهار الأربعاء اللي فات اللي من هنا يعني عندي 13 يوم قاطعوا لنا في الطريق بسيارات زوج سيارات رباعية الدفع صباح 6:30 قطعوا لي الطريق حبس، طلعوا معايا شخص قالوا بني معايا، طلعتوا معايا داني المجمع في الميمون، وقيت قدام الباب تاع مجمع في الميمون قاطعين الطريق ومحبسين الشاحنات بزاف، شاحنة جات ما يحبسوها عندها سلعة، يقول لك ما تدخل ما تعاود تولي لدارك. هو عنده مشكل مع الشركة حوس يخدم الله يسهل عليها، بصح انا عاود نولي للزاير ما نطلع منين نجي لدارك. يقول لك لا تقعد هنايا نسكن في الويلة، كاين منا مجاية، كاين من بومرداد، كاين من وهر، كاين بزاف ناس في خدو الشركات مع مسؤولين كبار من السوناطراج هضروا معاهم واحد الخطرات، والبارح جاو مسؤولين كبار تاعنا من شركة السوناطراج والدرك الوطني وجات الشرطة معاهم والجيش، كلموا معاهم مدة 3 سوايع على كل تما كانوا يتفاوضوا معاهم. ومن بعد كينا ما حبوش ران بين 100-120 حتى 150 هاي بعد ان شاء الله. احنا اختي واش نطالبوا؟ ران نطالبوا مسؤوليه الامنيه تسكن علينا الحصار، احنا نعاودوا نولوا ونجينا، احنا ما نطالبين والو. انا عندي 13 يوم على بالي راح اطول اكثر، عندي ولادي، عندي ثلاثه ولادي يعني مزوج، والناس اللي راهم هنا الاغلبيه مزوجين بولادهم،